بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. ارتفاع حصيلة المواجهات في سبها إلى 30 جريحا وأربعة قتلى خلال اليومين. عقيلة صالح وخالد المشري يؤكدان ضرورة تعديل الاتفاق السياسي. مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا تتهم الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة وإفشال مهمة البعثة الأممية. أهلا بكم. أفاد مكتب الأعلام بمركز سبها الطبي بسقوط أربعة قتلى وثلاثين جريحا نتيجة حصيلة الاشتباكات في اليومين الماضيين. وكان المركز في وقت سابق قد ذكر أنه تعرض لعدة طلقات نارية عشوائية تسببت في أضرار بقسم الولادة. وأضاف المركز أن قذائف سقطت على إحدى الوحدات السكنية الخاصة بالعناصر الطبية والمخازن، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات في صفوف الطاقم الطبي. هذا ودانت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة دانة الاعتداء الذي تعرض له مركز سبها الطبي أثناء الاشتباكات الأخيرة بالمدينة. وطالب وزير الصحة المفوض عمر الطاهر في بيان له من وصفهم بالعقلاء، طالبهم بالتدخل لوقف الاعتداء على المستشفى. ودعا الوزير المفوض الجهات الأمنية لحماية المستشفى والأطقم الطبية العاملة بها. أعلنت غرفة عمليات الطوارئ الجوية المشاركة بعملية عاصفة وطن قيامها بطلعات استطلاعية بغرض مراقبة تحركات فلول تنظيم الدولة ورصدها. وذكرت الغرفة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطلعات الجوية جرت فوق المناطق الصحراوية جنوب سرت ومصراتة، وأشارت إلى أهمية مراقبة تحركات المجموعات الإرهابية ورصدها في تلك المناطق. اتفق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري اتفق على ضرورة تعديل الاتفاق السياسي وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي. لقاء هو الأول بين الطرفين يبشر بحسب المشاركين فيها ببوادر انفراج للأزمة الراهنة. من العاصمة المغربية يأتي الجديد حول الاتفاق السياسي الليبي. لقاء هو الأول بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بعد انتخاب المشري على رأس المجلس المنبثق عن اتفاق سخيرت. لقاء أعقبه اتفاق على ضرورة تعديل هيكلية السلطة التنفيذية من خلال تقليص تركيبة المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء وتشكيل حكومة منفصلة عنه. تم التأكيد على أن المادة 15 من الاتفاق السياسي هي التي ستكون والتي هي تعني بتعيين المناصب السيادية في الدولة والتي ستكون مشتركة بين الجسمين. اجتماع قرب المسافات بين المجلسين بعد حالة من الجمود السياسي التي شهدتها البلاد والتأكيد لرئيس الأعلى للدولة. وأضاف الرجل أنهم قاب قوسين أو أدنى من الوصول لحل سياسي شامل ينهي الانقسام في البلاد. المهم والواضح في هذا الأمر أن هناك الإرادة من الطرفين للخروج بالأزمة الليبية. جميعا نقول كفى لمعاناة الليبيين، كفى لهذه الأزمة التي طالت كل بيت ليبي. نقاشات وإن غاب عنها ملف المؤسسة العسكرية وقيادتها،
إلا أن الطرفين اتفقا على عرض تفاصيلها في جلسة عامة يعقدها كل من مجلس الدولة بطرابلس ومجلس النواب بطبرق. تطور اعتبر الجانب المغربي الراعي للاجتماعات أن من شأنه الدفع بعملية المصالحة. المغرب دائما يشجع الحوار، المغرب دائما يشجع الأطراف الليبية على أنها تغلب الحكمة، تغلب مصلحة الليبيين ومصلحة ليبيا أولا. الليبيين محتاجين إلى ليبيا مستقرة. غادر الوفدان الرباط حاملين اتفاقا مبدئيا على ضرورة المضي قدما في العملية السياسية قصد إنهاء الانقسام، وسط توقعات باحتمال عودة الأطراف الليبية إلى المغرب في جولة حوار جديدة. هذا وقال عضو مجلس النواب زياد دغيم، قال إن رئيس المجلس عقيل صالح طلب من مجلس الدولة اعتماد مبادرة البعثة الأممية دون تغيير لتعديل الاتفاق السياسي. وأضاف دغيم في تصريح للنبأ أن عقيل دعا أيضا إلى انطلاق الجولة الثالثة من الحوار لتلبية بقية الاستحقاقات بين لجنتي الحوار بالمجلسين برعاية مغربية. وأشار إلى أن اللقاء بين عقيل والمشري لم يناقش المناصب السيادية الواردة في المادة 15 موضحا أنها ستوكل للجنتي الحوار. هذا واعتبر عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي اعتبر المباحثات الدائرة بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بالمغرب معننة في استبعاد الشعب الليبي وعدم احترام إرادته. ودعا الصلابي في تصريح لموقع قدس بريس، دعا إلى الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بإرادة ليبية ودعم دولي للوصول إلى مصالحة وطنية وثيقة العهد باحترام نتائج الانتخابات والعبور بعدها إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. كما أشار الصلابي إلى أن المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ولجنة الستين هي المؤسسات الشرعية الوحيدة في الدولة على اعتبار باقي الأجزاء تشكلت بطريقة استثنائية أو صدر بحقها قرار قضائي بحلها. هذا وشهدت الفترة الماضية لقاءات عدة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب في عواصم عربية وأوروبية بحث خلالها تعديل الاتفاق السياسي وعدد من الملفات العالقة، فيما يلي أبرز هذه اللقاءات ونتائجها. وفي سياق ذي صلة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة المبثق عن اتفاق الصخرات أبو القاسم قزيط، قال أنه اتفق خلال لقائه بعقيل صالح على إعلان مصالحة شاملة بين مصراتة وقبائل برقة. وأوضح قزيط في تصريح خاص للنبأ الثلاثاء أن برنامج المصالحة سيبدأ بزيارة وفد كبير من أعيان مصراتة إلى طبرق خلال الأيام القادمة برعاية رئيس مجلس النواب وتجمع نواب مصراتة. كما لفت إلى تطرقهم خلال الاجتماع بصالح إلى عودة مهجري مدينة بنغازي إلى مدينتهم بعد سنوات من التهجير. اعتبر حزب الوطن اللقاء الذي جمع الأحزاب والكيانات
السياسية الليبية بتونس منتصف إبريل وما نتج عنه ثمرة لجهود واجتماعات استمرت على مدى عامين. الحزب في بيان له عبر عن استغرابه من تنصل بعض الكيانات السياسية مما جرى الاتفاق على إعلانه رغم مشاركتها في الجلسات التحضيرية وما سمتها ومساهمتها في صياغة مشروع ميثاق شرف يرسخ المبادئ لممارسة العمل السياسي، مؤكدا أن نتائج اللقاء تعبر عن قناعة حزب الوطن بمبدأ الحوار الوطني بمشاركة الجميع. اتهمت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا الإمارات ومصر اتهمتها بتقويض جهود المصالحة وإفشال مهمة البعثة الأممية عبر تقديمها رشاوى لدعم أطراف سياسية دون أخرى. وأضافت المجموعة في بيان نشر عبر حسابها على تويتر الاثنين أن الإمارات تحاول إثارة الفوضى في ليبيا من خلال تسخير عمل البعثة الأممية إلى أهداف غير إنسانية، مستدلة بصمت البعثة عما يرتكب من جرائم في بنغازي وسبها وعدم التحرك لفك الحصار عن درنا. وأشارت المجموعة إلى أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى خلال السنوات الأربع الماضية إلى تشتيت الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في ليبيا بحسب البيان. انطلقت بمدينة الزنتان جلسات الملتقى الوطني برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا وبالتعاون مع مركز الحوار الإنساني. ونقل مراسل النبأ أن الملتقى جرى بحضور أعضاء مجلس النواب ولجنة صياغة الدستور عن المدينة، إضافة إلى وفد من البعثة الأممية. وأوصى الحاضرون بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوفير المناخ الأمني لهذه الحكومة ومكافحة الفساد وتفعيل الرقابة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حرس السواحل الليبي ينقذ 74 مهاجرا قبالة سواحل الجرابولي.
أهلا بكم من جديد. وفي آخر تطورات ملف الهجرة، قال السفير الإيطالي جوزيبي بيروني إن المنافسة بين حرس السواحل الليبي والمنظمات غير الحكومية في المتوسط تضع حياة المهاجرين في خطر. وأضاف بيروني في حواره مع تلفزيون الرأي الإيطالي إن الخطر يكمن في رمي المهاجرين أنفسهم في البحر خوفا من احتجازهم في مراكز الإيواء ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم وفق قوله. وأكد على احترام عمل حرس السواحل عندما يتولى مسؤولية إجراء عمليات الإنقاذ وفقا على منصة عليه لائحة السلوك بوزارة الداخلية الإيطالية. أنقذ حرس السواحل الليبي 74 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل الجربولي شرق طرابلس. وقالت البحرية الليبية في بيان صحفي إن دورية لحرس السواحل على متن زورق صبراتا تمكنت من إنقاذ مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي متهالك، بينهم 40 امرأة وخمسة أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة. وأكدت البحرية أنه جرى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم. هذا وتمكنت دورية لحرس السواحل من إنقاذ 200 مهاجرا غير نظامي شمال مدينة زليتن. وذكر حرس السواحل في بيان صحفي أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية وأسيوية مختلفة، من بينهم 38 امرأة وطفل واحد كانوا على متن قاربين مطاطيين. وأضاف البيان أنه جرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بقطاع النفط تأكيده انتهاء الإصلاحات بخط أنابيب النفط المغذي لميناء السدرة بعد حريق نجم عن عمل تخريبي السبت الماضي. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الحريق الذي شب في خط الأنابيب تسبب في خسارة ما يصل إلى 100,000 برميل من الخام. انطلقت شحنة منتجات نفطية ثالثة من مستودع مصراتة النفطي إلى مدينة سبها. وصرح مدير المكتب الأعلامي بشركة ليبريغا لتسويق النفط أحمد المسلاتي إنه من المتوقع وصول الشحنة المكونة من أكثر من 4 ملايين لتر من البنزين ومليوني لتر من وقود الديزل إضافة إلى 60,000 طن من الغاز المسال إلى سبها مساء اليوم. وأضاف أن المؤسسة مستمرة في إرسال الشحنات خلال الأسبوع القادم، كما إنها تخطط لإرسال الوقود لمناطق غات وأوباري في أقصى الجنوب خلال الفترة القادمة. استدعى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر لمساءلته بشأن التهم الموجهة إليه بالتسيب والأهمال. وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، قالت إن التهم تتعلق بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والمستشفى المركزي بطرابلس. وأشارت إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار ممارسة مهامها بمراقبة أداء المؤسسات أو مؤسسات الدولة. أعلن المجلس البلدي البيضاء توصله لاتفاق مع مستثمرين من ألمانيا لإقامة مصنع للإسمنت داخل نطاق البلدية. ونقلت صفحة المجلس على الفيسبوك أن الاتفاق ينص على توريد المصنع من ألمانيا بقدرة إنتاج تصل إلى 4,000 طن يوميا، وسيكون جنوب البلدية طبقا للمعايير المتعارف عليها للحفاظ على البيئة القريبة منه.
دعت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة مراقبات التعليم الواقعة في نطاق خدماتها إلى التسريع في الإفراج عن مرتبات المعلمين المهجرين والنازحين من أماكن عملهم. الوزارة وفي خطاب لها نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك شددت على عدم إيقاف مرتبات المعلمين النازحين إلا بعد مراجعتها إداريا، مؤكدة أحقية العاملين في الحصول على مرتباتهم بما يكفله لهم القانون الإداري. نظمت منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين في العاصمة طرابلس نظمت مؤتمر ليبيا دولي الأول للمياه. المؤتمر حضرته شركات تابعة للهيئة العامة للموارد المائية. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض ليبيا الدولي الأول للمياه تحت شعار استدامة وتشريعات وتقنيات واقتصاديات بتنظيم منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين. تخلل المؤتمر ورقات عمل بحثية تتحدث عن استراتيجيات وإدارات الموارد المائية والتشريعات والقوانين الخاصة بمياه الشرب من قبل خبراء محليين ودوليين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، والتي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام. هو في محاور عديدة احنا وضعناهم في 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 المطوية متاعنا، هم يتمثلوا ل9 محاور رئيسية اللي هي محور الاستراتيجيات ومحور التشريعات والقوانين ومصادر المياه المختلفة وكذلك التحلية وجودة المياه، جودة الميكروبيولوجية وجودة الكيميائية والفيزيائية وغيرها، وكذلك الاستفادة من المياه العادمة اللي هي الويست ووتر احنا نقول لها الصرف الصحي. هذا كلها في 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 المحاور. صاحب المؤتمر معرض ل20 شركة خاصة بمياه الشرب تحظى بمواصفات ومعايير جودة دولية ومحلية. الهيئة العامة للموارد المائية هي أحد الداعمين لهذا المؤتمر، وتتطلع أن يكون المؤتمر سنويا من أجل تدليل الصعوبات التي تواجه قطاع المياه في ليبيا. الهيئة العامة للموارد المائية والجهات التابعة لها وقطاع الموارد المائية والصرف الصحي بصفة عامة هو أحد مؤسسات الدولة الليبية التي تعنى بالشأن المائي والصرف الصحي بصفة عامة، وهي داعمة لكل جهد وكل بادرة خير في سبيل أن نرتقي بهذا القطاع وأن نرتقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في ربوع ليبيا في مجال خدمات المياه والصرف الصحي. المؤتمر يهدف إلى الوقوف على معايير جودة مياه الشرب ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمساهمة في الحد من التلوث النفطي للمياه وأساليب مكافحته بالإضافة إلى ترشيد واستهلاك المياه. اختتم في مدينة مصراتة المعرض الوطني الثاني للزهور ونباتات الزينة تحت شعار بزهرة نصنع ابتسامة. المعرض يهدف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالزهور لما لها من رمزية في الجمال والتسامح والحب والألفة. هذا وقد أشرف على هذا المعرض جمعية محبي الشجرة مصراتة بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بالمدينة والشركة العامة لخدمات النظافة بمصراتة. أما الآن مشاهدينا عرض سريع لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن البلاد. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ارتفاع حصيلة المواجهات في سبها إلى 30 جريحا و4 قتلى خلال يومين.
عقيلة صالح وخالد المشري يؤكدان ضرورة تعديل الاتفاق السياسي. مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا تتهم الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة وإفشال مهمة البعثة الأممية. كما تبعتم أيضا، حرس السواحل الليبي ينقذ 74 مهاجرا قبالة سواحل الجرابولي. كما يمكنكم مشاهدينا متابعتنا على موقع نبا.تي في وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.